السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المنطقة التاريخية وبجوار بيت نصيف ومقعد جدة وأيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة حكاية وأحلى حكاية، وهذا المقعد الجميل الرائع في المنطقة التاريخية، اللهم صل على النبي، يحتوي على مقتنيات ووثائق وصور لمدينة جدة. هذا المقعد الرائع حكاية وأحلى حكاية، يعتبر أول مشروع سياحي في المنطقة التاريخية، مشروع مرتب ومنظم جميل. تطلع الدور الفوقاني تلاقي مقتنيات جميلة ورائعة وحاجات من زمان ما تشوفها، تلاقيها عندنا في مقعد جدة وأيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة حكاية وأحلى حكاية، ويا عيني على مقعد جدة وأيامنا الحلوة، صراحة لا يفوتكم وتجوا تشرفونا وتشوفوا الأشياء الجميلة اللي من أيام أباكم وأجدادكم. حتى طلته الجميلة شايفين قدامنا، بيت نصيف وسوق العلوي والبيوت الجميلة أبو الرواشين الحلوة. وصلي على الحبيب قلبك يطيب، أيامنا الحلوة حكاية وأحلى حكاية. سلام.